هو الشوط السادس وبصوت الزميل عبد العزيز العطوي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، وفي هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المسائية، وفي هذه الأجواء الجميلة التي يحتضنها ميدان التحدي في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. انطلق على بركة الله شوطنا السادس الخاص بسن القعدان الجذاع من مسافة 6 كيلومترات، وهو شوط خاص لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. أبدأ مع أول الأسماء لكي يتابع قابس من يتقدم على المركز الأول لهجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريعة من يقدم لنا قابس على مستوى المركز الأول. الدور دور المركز الثاني لأتابع الحضور والقدوم من قبل الوعب لهجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريعة المري من يقدم لنا هذه الثنائية على المركزين الأول والثاني. المركز الثالث واضح أنت، واضح أمام الملا، ينطلق واضح هنا بشعار هجن الشحانية على مستوى المركز الثالث ليقدم لنا واضح الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يدفع لنا بهذا الشعار الكبير. المركز الخامس أتابع وأراقب اللي على خامس الأسماء، أتابع الحضور، أتابع مشكور في هذه اللحظات يتقدم بشعار هجن المرقاب، هذا الشعار الخطير الذي يحضر دائما في كل الميدان، دائما في كل مهرجان يقدم لنا مشكور. خميس بن سعيد بن صالح الغوشري المركز الخامس، أتابع وأراقب اللي على خامس الأسماء، أتابع الأسماء الحاضرة، الأسماء المنطلقة. هنا أثمد يتقدم بشعار هجن الشحانية ليقدم لنا أثمد برنس المضمرين، جار الله بن محمد بن عقيل من يدفع لنا بأثمد على مستوى المركز الخامس. وما بعد الخمسة يا هي اسماء، يا هي شعارات، يا هي اسماء كبيرة يا أبو جابر، خلف خط خلف الخمس الأسماء الأولى تنتظر في هذه اللحظات العودة. إذن يا متابعينا، يا مستمعين الكرام، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى قابس ولاهم هدي، قابس ينطلق على المركز الأول بشعار هجن الشحانية. يقدم لنا قابس على المركز الأول الصامل بن قريعة، الصامل فاران بن محمد بن قريعة المري من يدفع لنا بقابس على المركز الأول. المركز الثاني أتابع وأراقب في هذه اللحظات القدوم والحضور من قبل الوعب لهجن الشحانية، ينطلق على المركز الثاني بقيادة فاران بن محمد بن قريعة ليحكم القبضة في هذه اللحظات ويعلن الهيمنة
الثامنة على المركزين الأول والثاني. يا سلام يا سلام يا الصامل على هذا الحضور، ولكن المركز الثالث أتابع الانطلاقة هنا من قبل واضح واضح لهجن الشحانية. يتقدم الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مقدما لنا واضح على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع وتابع وأراقب في هذه اللحظات اللي وصل اللي حضر. مشكور مشكور ينطلق بشعار هجن المرقاب لتتقدم هذه المؤسسة، تتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا مشكور. خميس بن سعيد الغوشري من يدفع لنا بمشكور في عملية التضمير. المركز الخامس يا سلام اسم جديد يحضر، اسم جديد يتقدم، ولكن الشعار هو نفس الشعار الذي دائما ما يتألق، الذي دائما ما يبدع، الذي دائما ما يفرح الجماهير. ينطلق في هذه اللحظات مرحبا بغملاس وانطلاقاته، مرحبا بغملاس وحضوره الكبير. هجن الشحانية تقدم لنا غملاس المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن شوف اللي وصل، شوف اللي انطلق مشكور لهجن الشحانية يتسلل شيئا فشيئا لينطلق على المركز الخامس. جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا مشكور. الله يا هذه الخماسية، الله يا هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة على أرضية ميدان التحدي، معلنة للتحدي، معلنة لهذا الحضور الكبير. العودة إلى مقدمة الأسماء، إلى قابس 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 بشعار هجن الشحانية، بالشعار العناب الخطير، بالشعار العناب الكبير. الله 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 الله، يتقدم فاران بن محمد بن قريعة مقدم لنا قابس على المركز الأول، ولكن وصل 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 هنا مشكور بشعار هجن الشحانية. يتقدم وينطلق جابر بن سالم بن فاران، ينطلق مع مشكور، وكذلك أول دخول وأول حضور للواضح وهجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم لنا الواضح. المركز الرابع الوعب هجن الشحانية، ينطلق فاران بن محمد بن قريعة. المركز الخامس مشكور هجن المرقاب خميس بن سعيد الغوشري، ولكن العودة، العودة إلى من غير، العودة إلى الواضح، الواضح اتضحت معالم الشوط، الواضح اتضحت معالم الشوط يا بن مروشد. الواضح طار ما شاء الله عليه وحواليه، بسم الله عليه، ما شاء الله تبارك الله على هذا الحضور. انطلق الواضح بشعار هجن زعبيل، هجن زعبيل، ومع بن مروشد الخطير 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 دائما الكبير دائما. هنا راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم لنا والواضح. مشكور 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 يا بن مروشد، مشكور، تهانينا والف مبروك لهجن زعبيل على انتزاع الواضح للمركز الاول للمركز الثاني. غملاس لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث مشكور هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرع. المركز الرابع وصل قابس لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع. المركز الخامس مشكور لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران
المري من قدم مشكور على خامس الأسماء. إذا تهانينا وألف مبروك لهجني زعبيل وإلى بن مروشد راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من قدم لنا الواضح في هذا الشوط الكبير. 9 دقائق 10 ثواني 35 جزءا من الثواني بينما جاء في المركز الثاني غملاس هجني الشحانية مع محمد بن خالد العطية من قدم لنا غملاس. 9 دقائق 15 ثانية و49 جزءا من الثواني ليأتي على المركز الثالث مشكور لهجن المرقاب مع خميس بن سعيد الزرعي. 9 دقائق 15 ثانية 89 جزءا من الثواني. الشوط السابع ينطلق ومع الزميل الكريبي بن جابر.